هل سمعتم عن حريق قرية العضايمة في إسنا؟ أظن سمعتوا. هل الأمور بتعدي مرور الكرام؟ لا، ما بتعديش مرور الكرام. هل الدولة بتقف تتفرج على خساير الناس ولا تقف بجانب الناس، المجتمع اللي موجود هناك، الشعب، البني أدمين؟ لا، الحقيقة هتلاقي إن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت في صرف مساعدات تقريبا تقدر بحوالي 50% من قيمة الخسائر، وأيضا تقدم الدعم النفسي لأهالينا هناك في العضايمة، أيضا المعونات. احنا معانا على التليفون أستاذ صبري عبد الحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الأقصر. أهلا بيك يا أستاذ صبري. أهلا بحضرتك يا فندم. إزاي الصحة؟ كل سنة وحضرتك طيب ومصر الصحة كلها طيبة وأهلها. يا رب يخليك يا رب. طمنا الأول على العضايمة كده، وبعدين نتكلم في مسألة ما تقدمه الوزارة لأهل العضايمة. يعني الحمد لله الموضوع الحريق دوت كان ناتج عن اشتعال الحريق ببعض الاعشاب اللي حوالين النخيل، وانتقلت لبعض احواش المنازل. طبعا احنا بنحمد ربنا ان الحريق نفسه ما امتدش للمنازل نفسها، ويعني الحمد لله ان نتج عن الحريق بعض الاثار، منها نفوق بعض الحيوانات وبعض الاثار البسيطه، يعني الحمد لله. الحمد لله وشكرا لله. طبعا احنا لينا مفروض في قرار وزاري منظم للاغاثات والنكبات العامه مع الوزيره منبهه علينا، بنطبق القرار يعني باهتمام شديد، وتعليمات معالي المحافظ ان احنا خلال فترات العيد دي بيبقى في فريق عمل متواجد حتى في ايام العيد، بنرصد اي تغيير اي احتياج لتدخلنا بيتم التعامل. الحمد لله فور ما تم ابلاغنا بالموضوع نزل فريق من مديريه التضامن الاجتماعي بالاقصر، ونزلت بعض الجمعيات الشريكه اللي احنا بنستعين بيها، طبعا هي ايادينا في المكان. تم التعامل مع الحدث وتم حصر الخسائر، وتم تشكيل لجنه طبعا بالتنسيق مع رئيس مدينه اسنا. كان في فريق طبعا معاون، حصرنا الخسائر، عملنا دعم نفسي للاسر، نزلت جمعيات شريكه معانا زي جمعيه الهلال الاحمر، بعض جمعيات المجتمع المدني هناك بالاقصر قدمت وجبات وقدمت حاجات اخرى ومساعدات سريعه وعينيه للاسر، لان طبعا وقت الحدث بتبقى في حاله من الارتباك وحاله من الارتجال، ف يعني بيبقى الناس محتاجه حد يشعرهم بتهدئه الموقف. وده كان الحمد لله يعني، وان شاء الله باذن الله احنا حصرنا كل الخسائر، وهيتم التعامل من خلال قرار وزيره النظام الاجتماعي 86 لسنه 2019 ان احنا هنصرف ان شاء الله 50% من قيمه الخسائر، وان شاء الله يعني ربنا يكمل ايام العيد علينا بخير وعلى اهل مصر يا رب. هل نقدر نقول ان احنا دلوقتي عارفين قيمه الخسائر الاجماليه قد ايه؟ حضرتك هي طبعا في قيمه معينه احنا بنشتغل بيها. ان احنا بنصرف مش اقل من 50%، يعني بنصرف 50% ممكن اكتر، لكن حسب التقدير الفعلي للخسائر الموجوده. اوكي. في لجنه قيمت وفي لجنه نزلت وشافت وحصرت، طبعا احنا بنبعت كل الملف لوزاره التضامن الاجتماعي، وان شاء الله كل ده هيبقى يعني ليه تقييم وفي دعم يتقدم للأسر والأهالي، وإن شاء الله يعني يكون في استعاضة عن الخسائر اللي يا رب يا رب يا رب. أشكرك جدا يا أستاذ صبري، كل الشكر لحضرتك. يا رب يخليك يا فندم. الله يخليك. كل الشكر استاذ صبري عبد الحميد، وكيل وزاره التضامن الاجتماعي في الاقصر. الوزاره بتحاول قدر الامكان انها تبقى واقفه جنب الاهالي، ودي حاجه كويسه. مساله صرف تقريبا 50% او قد يزيد عن ال 50% من حجم الخسائر الفعليه اللي موجوده، برضو ده شيء جيد. اتمنى في يوم من الايام يبقى في عندنا المقدره والقدره الماديه ان احنا نصرف 100% من قيمه الخسائر.